بمناسبة السلامة الوطنية ديال الطرقية، كنتمنى السائقين والناس المغاربة يحترموا قانون السير ديالنا اللي في المغرب، ويحترموا الدراري الصغار وإشارات المرور والباساج بيتون. في اليوم الوطني للسلامة الطرقية كنشكروا بزاف الجمعية على لي زيفور اللي كدير، وكنتمنوا من الراجلين حتى هما يديروا دي زيفور من عندهم ويقطعوا من لي باساج بيتون ويحترموا لو بونوم، الا كان فيغ يقطعوا، الا كان روج نتمنوا يوقفوا. كذلك كنشكروا السائقين اللي كيعطيو الاولويه للراجلين ثم الراجلين. بالنسبه لهذه السلامه الطرقيه هي مزيانه، ولكن كاين الناس ما تتحترمش هاد لي باساج بيتون، لان تيكون الخضر انا شخصيا شحال من مره قطر الطاكسيات شحال واحد كان غيضربني، انا عندي الخضر عندي الحق باش ندوز، ولكن هما باقيين ما عارفينش بلا المواطن راه عنده الحق باش يدوز. تيخص مازال تزيد التوعيه، ومازال خص يداروا دي بانو ديال الباساج بيتون مع داك ستوب تيعلم باش داك السائق ينقص شويه من السرعه ويحترم داك الراجل او الراجلين يحترمهم، لان ربع خطره تنكونوا في خطر، ولو عندنا الحق باش نقطعوا الطريق. وشكرا. مبادرتي من اجل الحياه باش توعي المواطنين والمواطنات على ضروره احترام قوانين السير حفاظا على السلامه ديالهم، وكذلك باش تنقص من حوادث السير اللي ما استثنت لا الكبير ولا الصغير. مرجو من الشعب الطبيعي يعطيو الاولويه للراجلين ثم الراجلين، لان شعبكم يستحق الراجلين. الله يكرمكم بالعافيه. الله يكرمكم بالعافيه. الله الاولويه للراجلين ثم الراجلين. بسم الله، الله يرحم ولاد الناس يعطونا هذا الكاس، الله يرحم الوالدين، الله يطول عمرهم عمرهم. حيا الملك، حيا الملك. هذا اليوم الثاني على المتوالي ديال النشاط الجمعية المغربية للتربية الطرقية اللي نظمناها اليوم في المحطة القطار، مدار محطة القطار، واحد الحملة اللي هي تحسيسية لفائدة الدراجات الهوائية اللي فعلا تم توزيع الخودات لفائدة الدراجات النارية وكذلك لفائدة الدراجات الهوائية، وكذلك بعض القصص للأطفال اللي احتضنها السيد الباشا مدينة القنيطرة، وكذلك مسؤولي ولاية الأمن اللي هما كانت فعلا قفزة نوعية لهذا النشاط اللي كانوا حاضرين معها باش يساهموا كذلك في التوعية والتحسيس من حوادث السير. هاد الشارع ديال الجيش الملكي بالخصوص ملي داروا فيه هاد كي كنقولوا لهم ديال البيتون الممرات ديال الراجلين، سائقين السيارات ما كيحترموهمش بصفه نهائيه، بالعكس ملي كتلاحظ على شي سائق ديال السياره كتقول له هذا راه انا عندي الاسبقيه انا كراجل، كيهز يدو كيبغي كاع يدوز فيك ولا شي حاجه بحال هكا. انا من هذا المنبر هذا زعما كنوجه انا واحد النداء لسائقي السيارات باش يحترموا الناس المشاة فهاد الراجلين فهاد الممرات هذه فقط. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.